كيفه الحلو؟ احكي لي ست يولا، شو عم بيصير معك؟ لك جوري، شبكي جناتي، شو عم تعملي هون؟ قلقانة عليكي وجاي اطمن. جوري بدك تجنيني؟ مو شايفتيني مشغولة؟ لسه ما خلصتي شغلك من امبارح لهلا؟ جوري اوعك. يولا ماني ذكية لدرجة اعرف شو مخبية، بس كمان ماني غبية كتير لحتى صدقك. كيف كنتي بشغلك امبارح ورجعتي ريحتك بتقرف من المشروب، والصبح طلعتي مثل الحرامية؟ ليكي ما رح اتحرك من هون لحتى تحكي لي شو الموضوع كله. اسمعيني منيح، خليكي بحالك وبلا ما تعملي علي اخت كبيرة ولا بزعجك. ها بس انا ما عم بعمل عليكي اخت كبيرة. داني حكيم اغلو، انتي من وين بتعرفي لداني؟ هذا لساته ولد. لك انتي ما دخلك، انقلعي روحي على البيت. ليكون صار رفيقك داني اغلو؟ رفيقي ولا ماله رفيقي؟ انا مالي مضطرة اشرح لك. انا ما عم قلك اشرحي لي، بس عم بسأل. اذا ما مشيتي بهالثانية صدقيني ما رح احكي لك ابدا. مرحبا جوري، بلاقيكي عنا. خير في شي؟ لا ما في شي بنوب، بس هيك كنت مار اشوف اختي على الماشي وهلأ كنت رايحة. لوين طريقك؟ عالبيت. ونحن كمان رايحين عالبيت اذا بتحبي من وصلك. يلا انا بعتذر، عندي شغل ضروري. عمي بشوفك بعدين. شو قلتي؟ وافقت. شو كأنك خايفة من فكرة الزواج؟ ولا صاير معك شي جديد بحياتك اللي مليانة مغامرات؟ حياتي مليانة مغامرات؟ كأنه عندك شي حابب تقوله معك؟ يا ريت لو بقدر كون مثلك، بس أحيانا ما فيني اتواصل مع الناس اللي حواليي، ناس بعرفهم منيح، بعرف شو يلي جواتهم، ورغم هيك ما عندي شي قلن يا. احيانا بيكون اصعب شي انك توصل الشي اللي جواتك لأقرب الناس إلك. كأنه حضرتك عندك مشاكل عائلية كمان؟ يعني بدك يعني افهم من سؤالك انه مشاكلك عائلية مو هيك؟ بعتذر كتير لانه لما بكون متضايقة ما بنتبه على حالي شو عم بحكي. لا ابدا ولا يهمك، لانه انا فعلا عندي مشاكل عائلية كمان. مين ما عنده؟ ليش يعني؟ انا مثلا بعرف كتير ناس وبعرف مشاكلهم. ماجد كابوسه الوحيد هو هداك الرجال، وما عم يقدر يتقبله كأب بحياته، وكمان تولي بخانه خلافه مع جهاد كتير كبير، لهيك هن بعاد عن بعض. اللي عم شوفه بعيونه ضعف كبير وقلة حيلة لما بتكون عم تتطلع بجهاد. انت بتحبه لجهاد مو؟ طبيعي كتير اني حبه، حتى بتذكر اليوم اللي انولد فيه. صديقته الوحيدة لجهاد هي جوري. هلا انت صديق منيح ومستمع منيح، اللي بدي اياه منك تحاكي وتسمعه اكتر وتجرب تفهمه. هذا رأيي. ورأيك هو أحسن نصيحة سمعتها بالفترة الأخيرة.